ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع الشيف سماح، وهنشوف لها هنشوفها عاملة لنا ايه النهاردة. شيف سماح بنرحب بحضرتك. أهلا بك يا حبيبة قلبي. صباح الفل وصباح الياسمين على كل مشاهدين مطبخ أسرار وحكايات في كل مكان في العالم. النهاردة هنقدم لكم المطبخ بكل أسراره، الأكل المصري الأصيل والتكات والابتكارات الجديدة إن شاء الله من كل مكان ومن كل مطبخ في مطابخ العالم إن شاء الله. الأول هنبتدي النهاردة هنعمل فراخ بالمشروم والكريمة اللباني. طبعا بيتعمل ستيك بالمشروم والكريمة اللباني. هنبتدي الأول عشان وقت البرنامج، هنحط الزبدة زبدة وزيت. سخن الطاسة زبدة وزيت الأول. تمام، تسخن الطاسة ننزل بالفراخ الأول، الفراخ الأول عشان تاخد صدمة. الحلة الأولى دي شغالة بيها؟ دي هنعمل فيها الرز. تمام، بس تسخن. هنحط برضو زبدة وزيت. والتانية دي برضو؟ دي مية بتسخن عشان طمي. الرز حط هنا حوالي معلقتين زبدة. أساعدك في حاجة؟ لا أخليك. هننزل عليهم بزيت. هنعمل رز مبهر، رز بسمتي مبهر ومعاه رز مبهر بالبهارات القرفة والكاري. رز بالكاري؟ كاري وكركم وقرفة خشب ولورة وحبهان وقرنفل. هنبدأ ننزل بقى عشان ناخد الريحة، ومعه مكعب المرق. طبعا تسخن. يدوب بس البهارات تاخد ريحة بس، وننزل بالرز منقوه. البهارات طلعت ريحة جميلة جدا. عشان بس الوقت بتاع البرنامج الملح. أساعدك. تقريبا كان في توم هنا. كان في توم هنا؟ لا لا. هنزود المية. بسم الله. مية مغلية. مية مغلية؟ الرز البسمتي كوباية ناشفة، كوباية رز ناشف عليها كوبايتين اتنين مية لحد ما يتشرب، بعدين نهدي النار عليها. كوباية رز مع كوبايتين مية. تمام. كوباية الواحدة عليها كوبايتين مية. تمام. هو كده تمام. هنغطي بقى ونسيبه يتشرب براحته. تمام. هنا الزبدة. عارفة تقريبا فيها. هننقل دي. هننزل هنا بالفراخ. لحد ما تسخن بقى الفراخ تحمر تاخد صدمة. اشرحي للناس اللي انت عملتيه كده يا شيف. اللي احنا عملنا رز مبهر، رز بسمتي مبهر بالكاري والاعشاب. حطيت زبدة وزيت سخن على النار، وبعدين نزلت عليهم بقرفة خشب وقرنفل وحبهان ولورة، وبعدين نزلت بكاري وكركم
الاثنين مع بعض عشان يدوا اللون. وبعدين قمت بقى نازله بالرز المغسول وزودت الميه لكل كوبايه رز ناشف كوبايه ميه، كوبايتين ميه. تمام، ده بالنسبه للرز بالكاري. اه الفراخ، الفراخ عايزه بس تسخن الزيت والزبده، نزلنا بالفراخ وبعدين هنحط لها البهارات بتاعتها. انا هحط الثوم صحيح عشان انا عايزه اخد بس الريحه بتاعته، واحط لها فلفل اسمر، بابريكا، بهار فراخ، لورا، والمكعب المرق. وبعدين هنزل بالبصل بس تسخن شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طريقة الفراخ دي سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت، الأكلة دي على بعضها ما بتاخدش وقت. بس عايزة يعني هو لو النار بس عالية شوية كانت أنجزت معايا بصراحة. هننزل هنا بقى بالبصل، جزء من البصل كده. تمام، حط كمية البصل وخلاص مش كتير. وبعدين هنقلب فيها بقى لحد ما ياخد لون. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ولكن رجعنا لكم مع نوره زميلتي. اهلا وسهلا بيكي. طبعا الشيف سماح يعني عامله اكل جميل جدا النهارده، وريحه الاكل يعني الصراحه جميله جدا. تسلمي. سي ريحه الاكل جميله يا شيف. تسلمي يا حبيبه قلبي. احنا هنا حطينا الفراخ على النار، حطينا بصله ونزلنا بالفراخ الاول، خدت صدمه عشان تاخد لون كمان لان وتحتفظ بالسائل جواها. وبعدين حطينا لورا وحبهان، ونزلت بالبصله وحطيت بهار فراخ وبابريكا. وبعدين هننزل دلوقتي بالمشروم. المشروم اصلا مش بياخد وقت في التسويه. وحطينا فصين توم بس مش مفرومين للريحه، وادي المشروم اهو هنزل بيه ياخد تشويحه برضو مع الفراخ. دي صدور فراخ متقطعه مكعبات مخليه من العظم ومن الجلد. اكله سهله وسريعه. ممكن ايه قيمتها الغذائيه؟ دي فيها بروتين اللي هي الفراخ، فيها اعشاب اللورا والقرف والحبهان، وفيها طبعا المشروم قيمته عاليه، في قيمته الغذائيه عاليه. وفيها الثوم طبعا مضادات اكسده، هو والبصل. انا شايفه ان حضرتك عامله جنبي منه رز. عملنا الرز المبهر. في بديل للرز لو انا عايز اعمل فراخ بالمشروم وحاجة ممكن تعملي مكرونه فيتوتشيني، او تعملي مكرونه مسلوقه، لان هو اصلا الطبق ده بيطلع وايت صوص. ممكن نضيف من ده على المكرونه، من الصوص ده على المكرونه. هنعمل النهارده كمان سلطه بدنجان بالرمان بطريقه جديده. بالرمان؟ بالرمان طريقه جديده. لان هو الرمان دلوقتي كتير في السوق، وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه عاليه جدا. الرمان عشان مذكور في القران كمان. الرمان ذكر في القران. ممكن اي اكل قيمته الغذائيه، اي اكل ذكر في القران زي ما انا قلت لك واحنا جايين. بيبقى ليه فوائد لا حصر لها، زي الرمان والتين والعنب والزيتون. الرمان بيعالج حاجات كتير قوي، منها الهيموجلوبين في الدم، نقص الهيموجلوبين في الدم. بينشط الذاكره،
بيعالج حاجات كمان في التجميل بشره والشعر، فهو كل وبيعالج المعده، قرحه المعده. بيعالج قرحه المعده يعني لو اكلناه حب كده بيعالج الاسهال، لو اكلناه شربناه عصير بيعالج الامساك. سبحان الله سبحان الله، يعني من بيعالج بيعالج المعده جدا. هنا في احنا عملنا هنا بدنجان مشوي في الفرن وقشرته وهرسته كده زي ما انت شايفه، وهنحط بقى عليه الدريسنج عباره عن مكونات الدريسنج علبه زبادي، علبه زبادي وزيت، وزيت زيت نباتي وطحينه، وطحينه، وهنحط لها ليمون وعصره خل، حبه خل شويه وعصره ليمون، نحط شويه زيت كمان. هو ده زيت زيتون؟ لا زيت عادي. ادي الخل، حبه خل صغيرين خالص، يعني معلقه صغيره. وهنقلبه كده كله مع بعضه، وانا حاطه فلفل وكمون وعصره ليمون بس، هو ما باخدش اكتر من كده. اللي عايز بقى يجود ويحط بصل باودر، توم باودر، الحاجات دي ما شغال برضو. طب لو هي مثلا مكوناتها لو حد عملها وبقت سهله جدا، يعني يضيف عليها ايه؟ ايه دي؟ اللي هو ده. لا انت بتحطي معلقتين طحينه عليهم علبه زبادي، مش هتسيل منك ولا حاجه، هي بس ايه يتقلبيها بس بيها تاخد الطعم. طب احنا عايزين بس هنحط عليها فلفل الوان، خمس دقايق بس من وقت الحلقه هنحط معاها فلفل الوان. تمام، نساعدك في حاجه، هنحط الرمان، ده طبق السلطه ده جاهز كده، البطل بتاع الحلقه بتاعنا الرمان. انا بحب الرمان جدا على فكره. غير شكل الطبق. طبق كمل الباقي. اساعدك؟ لا لا خليك. ولا ايه؟ فاكهه واحده بس يعني إيه؟ ممكن نضيف كمان معاها فاكهه؟ لا هي كده الرمان كفايه قوي. وبعدين بلاد الشام بيستخدموا الرمان في الفته، فته السوري بيعملوها بالرمان والطحينه والزبادي. بس كملي يا لورا، قبل ما اكمل انا الفراخ. مش عايزه اقول لكم الريحه تحفه، ريحه جميله بتاعت الفراخ. تسلم ايديكي. بص على الرز لسه شغال، يعني بجد اللي مش هيجربها هيندم جدا. تمام كده، كده تمام. تمام، هننزل بقى بمعلقه دقيق قبل الكريمه اللباني. الطبق ده كده جاهز بالباذنجان. هنغرفه بس وكده واقف على الغرف. تمام، حوالي معلقتين دقيق كبار عشان الكريمه تربط معايا. الطبق ده محتاجه تاني؟ لا خلاص. وده محتاجه تاني؟ لا احنا هنغرف فيه بقى الرمان، السلطه بتاعت الرمان. اغرف لك؟ ماشي. لا 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 سلام. هننزل هنا بالكريمه اللباني. سكينه لورا بعد اذنك. تمام كده ولا زود كمان؟ ايه؟ تمام كده ولا زود؟ لا حطي حبه كمان صغيرين وخلاص. المشروم زي الجمبري والكبده ما بياخدش وقت في التسويه، والمشروم اللي انا جايباه النهارده فروزن، ممكن نجيبه فريش ونقطعه، والمشروم ما بيتغسلش، بمنديل وبيتمسح. هننزل بقى بالكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. ايه فايده الكريمه اللباني؟ الكريمه بتديها طعم وبتخليها وايت صوص، بتديها طعم حلو جدا. تمام، ممكن استخدم حاجه بديله، وتبقى وجبه غذائيه متكامله. ممكن استخدم حاجه بديل الكريمه؟ ممكن تستخدمي لبن مع الدقيق، لبن ودقيق. تمام، وبيبقى يعني بيبقى اخف من الكريمه. تمام، واللي مش متوفر عنده تمام يعمل لبن، مش هيقول لا يعني. تمام، كله حلو شغال. لبن او زبادي مثلا ولا لبن بس؟ لبن بس.
هو ممكن نضيف بدل اللبن اللي هو العادي لبن بودره مثلا؟ لا اكل دي لا، لبن لبن سايب لان انا بحتاج جوز فيها. هو كده باقي على الطبق ده كتير؟ لا حاجات بسيطه جدا جدا يعني. اجيب الطبق الغرف؟ لا انا عايزه هاتي طبق الغرف. انهي طبق؟ ايوه ده. انا هزود بس شويه ميه صغيرين عشان انا مش عايزاها بالسمك الثقيل ده. هو معانا دقيقه كده. هو خلاص الفراخ خلاص على الطياب. الفكره احنا بنقدم الفكره، مش شرط ان انا احط اطباق وانا عامله في البيت، فكان ممكن اجيب الاطباق جاهزه معايا واقدم وخلاص، بس انا حابه ان انا المشاهد يشوف انا بعمل ايه الخطوات، عشان ست البيت لما تقوم تعمل الوجبه بتاعتها ما تبقاش يعني هي ما يفوتهاش حاجه، ما يفوتهاش تكه. انا دلوقتي كده الفراخ اهو خلاص قدامها بالظبط 5 دقايق وتستوي. هقدمها وفي كده السلطه كمان. اداره البرنامج تمام. بس تزود لنا في الوقت 5 دقايق. هنحط الملح. الملح لو خدتوا بالكم ان انا ما حطيتهوش في الاول وعملت حساب المكعب، عشان اي لحوم لازم ما نحطلهاش الملح في الاول او الخضار عشان تستوي براحتها وما تشدش. في كل مره هنقول حاجات وصفات تساعدنا ان الاكل بتاعنا يطلع حلو. هنا الاكل كده تمام، كده الفراخ استوت تمام. طب التقسيم اللي انت حباه؟ انا حابه احطه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي المغرفه دي يا حبيبه قلبي. خلاص بقى الطبق ده كده خليه زياده، زياده الخير خيرين زي ما بيقولوا. كده الطبق اهو. طبعا احنا مش كملنا الحلقه مع الشيف سماح، لنا لقاء اخر يوم الاربعاء القادم باذن الله.